نحن عشائر البدو المنضمين إلى كتيبة أحرار البادية، وبالتعاون مع كتيبة لا إله إلا الله محمد رسول الله، التابعتين إلى كتائب السيف الأموي في دمشق وريفها، نعلن عن بدء تحرير بادية الشام بأكملها بدءا من هذا اليوم تحت اسم معركة توحيد العشائر. هاي المخافر الحدودية الأردنية، هذا هو الساتر اللي بيفصل بيننا وبين الأردن، هذا هو المخفر 1823. هذه أحد المخافر الحدودية المتواجدة على الحدود السورية الأردنية، تم تحريرها على أيدي أبطال كتيبة أحرار البادية التابعة لكتيبة كتائب السيف الأموي، والله أكبر ولله الحمد. هذا هو علم الحرية يرفع فوق أحد المخافر الحدودية، ولله الحمد. المخافر هاي حدود حرس حدود لعصابات الأسد، أما اليوم صارت حرس حدود لقوات الجيش الحر، ولله الحمد والله أكبر. هذه أحد الغرف التي كانوا يتواجدون فيها، هذا اسم أحد إدارة هذا النظام الطاغي والذي يدعى رشيد خليفة. كلب بشار تدعى تحت أقدام مجاهدي كتيبة أحرار البادية التابعة. الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. هرب حتى الصورة هرب. هذه هي صورة الكلب بشار، الله أكبر، تدعى تحت أقدام أبطال كتيبة أحرار البادية. الله أكبر، الله أكبر. للأبد سيدنا محمد، قائدنا للأبد سيدنا محمد، جايينك لنص الشام، لنص المشي بإذن الله تعالى. الله أكبر، حطت بنيران الجماعة الأولى F3 مخبر 178. هاي كلها مخططات الكلب الأسد، هاي كلها مخططات الكلاب. بإذن الله جايينك يا جايينك يا بشار، جايينك جايينك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، جايينك. على ما على حدود الحدود الأردنية دمشق بإذن الله. هاي خوجات الكلاب، حط حاجة يا ابو، حط حاجة يا ابو. هذا مخفر 178. الله اكبر، جايينك يا بشار.
المسكرة الكلب شو مسجلها؟ هاي المسكرة مسكرة الكلب هذا بس على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قامت أبطال كتيبة أحرار البادية بتحرير المخافر الحدودية المتواجدة على الحدود الأردنية السورية، وهذه هي الأراضي الأردنية والمخافر الحدودية الأردنية المتواجدة ضمن الأراضي الأردنية. ونحن الآن نعد هذا النظام الطاغية ورأس النظام الطاغية بشار الأسد بأننا سنقف على باب قصره كما نقف الآن في أحد هذه المحارس الحدودية بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. عملية توحيد العشائر بتحرير المراكز الحدودية بين الحدود الأردنية والحدود العراقية، وبوجود رئيس مجلس مجاهدي دوما الحاج أبو صبحي طه. فنرجو من الله عز وجل أن يتمم فضله علينا وأن نحرر كامل بلادنا من العدو الأسدي وزمرته وأركان نظامه، والحمد لله رب العالمين. تكبير الله.